من الخليل ينضم إلينا مراسل الغد رائد الشريف. رائد، ضعنا في تفاصيل أكثر عن جولة هذا الوفد والهدف منها. وصل نواب من القائمة العربية المشتركة من في الكنيست الإسرائيلي نواب عرب إلى بلدية الخليل، وذلك للقاء رئيس البلدية وكذلك أعضاء المجلس البلدي وبعض المسؤولين الفلسطينيين، المؤسسات الأهلية والحكومية، وذلك للإطلاع على آخر التطورات المتعلقة بالحرم الإبراهيمي. قبل قليل غادروا هذا المكان وتوجهوا إلى منطقة الحرم، وذلك للإطلاع ميدانيا على أرض الواقع ما هي المخططات الإسرائيلية التي تنوي حكومة الاحتلال تنفيذها في محيط الحرم الإبراهيمي. قبل حوالي أسبوع من الآن بدأت جرافات آليات ثقيلة تعمل في باحات وساحات الحرم الإبراهيمي لتنفيذ مخطط جديد. بدأوا بتنفيذه مسار للمستوطنين المتطرفين، مسار سياحي، وكذلك ممر لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة أيضا إلى إقامة مصعد كهربائي حسب مخططهم وإعلان المستوطنين المتطرفين وكذلك حكومة نفتالي بنت. أمس الجمعة كانت هناك دعوات بخصوص التواجد في الحرم الإبراهيمي، إقامة الصلوات، عدم مغادرة البلدة القديمة ومحيط المنطقة. قامت قوات الاحتلال بإلقاء قنابل الصوت على المصلين فور الانتهاء من صلاة الجمعة. هناك تحركات من قبل الفلسطينيين، وكذلك الآن نتحدث عن نواب عرب في الكنيسة الإسرائيلي من القائمة العربية المشتركة، جاءوا إلى الخليل وذلك للتضامن مع أهلها والعمل أيضا على إنقاذ ما تبقى من الحرم الإبراهيمي. هناك سيادة يعني وسيطرة إسرائيلية. على السؤال هنا، منذ عام كيف ستنعكس هذه الجولة على مخطط الاحتلال؟ يعني إذا كانت التحركات شبه يومية وإن كانت في هناك زيارات من قبل سواء أعضاء في البرلمان في الكنيسة الإسرائيلي أو حتى من خلال مسؤولين فلسطينيين على رأس السلطة، مثلا زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني، المسؤولين الفلسطينيين، هناك من انتقد أمس الأوضاع في الخليل بأنه لم يتواجد المسؤولون الفلسطينيون في الحرم الإبراهيمي، أين أنتم من الخليل التي تتعرض للتهويد؟ والحديث هنا عن هبة جماهيرية شعبية لأن الموضوع خطير جدا، نحن نتحدث عن أخطر يعني الملفات في الوقت الراهن تحديدا هنا في جوار الحرم الإبراهيمي. هم يريدون تغيير معالمه وملامحه من خلال إقامة هذه المخططات الاستيطانية، ويريدون السيطرة عليه رويدا رويدا. ذكرت هو احتل عام 67، ولكن كل سنة هناك مخطط جديد. هذه العمليات بدأت تحديدا عام 94 عندما ارتكبت المجزرة وبدأ الاحتلال بالتضييق على الفلسطينيين على المسلمين. قبل قليل سمعت أن آلاف المرات يتم منع الأذان على مدار السنة الواحدة، وهناك تضييق، هناك حواجز، هناك بوابات إلكترونية، هناك حواجز حديدية، متاريس يتم وضعها أمام المصلين الفلسطينيين، وذلك لعدم تمكنهم من الصلاة في الحرم الإبراهيمي. هم يعتقدون بأنه كلما ضيقنا على الفلسطينيين حواجز تفتيش تدقيق في الهويات، جنود معسكرات وكذلك أبراج مراقبة، يصبح خوف عند الفلسطيني لا يتوجه إلى الحرم الإبراهيمي، وهنا نستطيع تهويده ونستطيع تنفيذ المخطط الذي يعني خططنا له من قبل الجماعات الاستيطانية التي تعمل. ونحن نتحدث عن أخطر المستوطنين في الضفة الغربية، يعيشون ويسكنون ويقطنون ويحتلون منازل وأراضي فلسطينية هم في الخليل، وبالتالي هناك هجمة واضحة، مخطط تدعم حكومة نفتالي بينت وينفذ كذلك ما تعرف بالإدارة المدنية في جيش الاحتلال الإسرائيلي. خرجوا بفيديو تحدثوا بأنه نحن قمنا بتنفيذ هذا المخطط أو بدأنا بتنفيذه، وهذا للأديان. أصلا المنطقة التي يتحدثون عنها يمنع على أي فلسطيني التوجه إليها بتاتا على الإطلاق. لم أذكر بأننا دخلنا هذه المنطقة منذ ما يزيد عن 25 سنة. لماذا؟ لأن الاحتلال يفرض طوقا أمنيا على الفلسطينيين ولا يسمح إلا للمستوطنين المتطرفين أن يدخلوا إلى باحات الحرم، وتحديدا من الجهة الجنوبية يؤدون صلوات تلمودية على جداره، وكذلك يقيمون حفلات صاخبة
ويغلقون الحرم في مرات كثيرة، ويضيقون على الفلسطينيين، ويقطعون أسلاك مكبرات الصوت، وأيضا يقولون إن الأذان يزعجهم، وهذه أمور يعني متراكمة. هناك تداعيات خطيرة حقيقة لهذا الموضوع، ونحن نتحدث عن رابع أقدس مكان في العالم، الحرم الإبراهيمي، بالتأكيد. نعم. الذي تبلغ مساحته تقريبا 5000 متر من الداخل ومن الخارج، وبني قبل حوالي 2000 عام، ولكن المغارة التي بني عليها الحرم الإبراهيمي، مغارة المكفيلة، هي يعني يقدر عمرها 5000 عام. هذه معلومات عامة يعني للمشاهدين، وبالتالي معلومات مهمة عن تاريخ الخليل، وهي من أقدم المدن العالمية. صلاح قيد الشريف، مراسل الغد، شكرا لك على كل هذه المعلومات.